الاحتفاظ بالتراث الإسلامي العلمي القديم من خلال الاهتمام بالكتب والمخطوطات القديمة يعتبر من أهم الوسائل لحفظ هذه العلوم وتوريثها. اليوم بإذن الله راح نزور قسم المخطوطات والكتب القديمة بالمسجد النبوي الشريف ونتعرف أكثر على هذا القسم برفقة أحد زوار المسجد النبوي الشريف. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. كيف الحال؟ الحمد لله بالخير. عرفني على اسمك. أنا محمد إخوان الدين. أهلا وسهلا، حياك الله أخ محمد. من فين؟ من إندونيسيا. سبق وأن زرت المسجد النبوي؟ لما هذه أول زيارة. نعم. ما شاء الله تبارك الله. هل زرت قسم المخطوطات والكتب القديمة في المسجد النبوي؟ لم أزر. أحب أنك تزور معنا هذا القسم وتتعرف أكثر؟ أيوة لا بأس. على بركة الحمد لله. نعم. على بركة الله. أخ محمد، هذا هو باب الصحابي الجليل عثمان بن عفان رضي الله عنه. مع هذا الباب مباشرة ندخل ونتجه لقسم المخطوطات والكتب القديمة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته. يعطيك العافية أستاذ ياسر. حياك الله أخوي عبد العزيز، يا مرحبا. معنا الأخ محمد إخوان من إندونيسيا. حياكم الله أخوي محمد. يا الأخ مرحب. محمد حابي يتعرف على هذا المركز وما يحتويه من كتب ومخطوطات. مركز المخطوطات هو مركز تابع لمكتبة المسجد النبوي، يحتوي ويهتم بنشر التراث الإسلامي المخطوط والمطبوع والحفاظ عليه. نعم. المركز يحتوي على طابقين رئيسيين، اللي هو الطابق الأول مركز خدمة الباحثين، والطابق الثاني اللي هو معرض المخطوطات اللي أمامك الآن. ما شاء الله المكان جميل. كم عدد الزائرين لهذا المكان؟ الزائرين سنوياً يأتون أكثر من 60,000 زائر. وكيف تتم الصيانة لهذا المكان؟ صيانة المخطوطات لدينا شعبة خاصة لترميم وصيانة هذه المخطوطات. أجل إحنا نستأذنك أستاذ ياسر نطلع على هذه الشعبة. حياكم الله. شرفتم. يعطيك العافية أستاذ ياسر. حياكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة. يعطيك العافية أستاذ أحمد. الله يعافيك. معنا الأخ محمد إخوان من إندونيسيا، حاب أنه يطلع على عملية صيانة وترميم المخطوطات. نتشرف بك أخ محمد. طبعا عمل ترميم المخطوطات يقوم عليه متخصصين، ولكن نجعلك تشارك معنا في ما تستطيع بإذن الله. ولا نشوف الخلل هنا، نشوف الخلل واضح هنا. أيوة أنت تعمل بالورقة هذه زي كذا، لكن لا توصل المخطوط، فتقص الآن عملية القص من جنب المسطرة. نعم. قبل عملية الترميم لا بد من التعقيم. تعقمون المخطوطة؟ نعم. هو طبعا المخطوطة أو الورقة أو القطعة الأثرية ما تأكلت من هذا الشيء إلا بسبب سبة الحشرات أو بسبة رطوبة وزي كذا، فلذلك عندنا جهاز اسمه جهاز طبقة الأوزون، نضع المخطوطة فيه لمدة 48 ساعة لكي طبعا جميع البكتيريا اللي داخل المخطوط هذا أو الورقة يقضي عليها من بيض أو حشرات أو أي شيء داخل هذه يقضي عليها. إيش رأيك أستاذ أحمد تطلعنا عليه؟ نعم تفضل. ما شاء الله تبارك الله. هذا جهاز طبقة الأوزون، جهاز التعقيم اللي هو جهاز تعقيم المخطوطات. طبعا أي كتاب أي مخطوط يحتاج إلى صيانة، يحتاج إلى تعقيم أي كتاب، ولكن في حالات تشاهد بالعين المجرد أنه يحتاج إلى تعقيم وإلى صيانة. ما شاء الله. بعد عملية التعقيم يتم عملية شفط اللاتريب والغبار بعد هذه العملية. أطلعنا عليها أستاذ أحمد لو تكرمت. طبعا هذا جهاز، هذا أنبوب وهذا أنبوب، هذا أنبوب فرشة يطلع هواء وهذا زيه كذلك. طبعا نشغل الجهاز. في هواء. عمله كالتالي زي كذا. ايوه. تاخذون صفحة صفحة. اي نعم صفحة صفحة، وهذا يشفط كذلك الجهاز بنفسه يشفط وهذا يشفط كذلك. ما شاء الله تبارك الله. اي نعم. وننظف الكتاب زي هكذا. شاكر ومقدر لك يا غالي. الان استاذنك انا والاخ محمد نكمل جولتنا. حياكم الله. شوف اخوي محمد، هذه طبعا مصاحف قديمة وهذه بعض المخطوطات القديمة. ما شاء الله. شوف اللغة العربية قديما لم يكن هناك نقاط على على الكلمات. هذا نسخة من مصحف سيدنا عثمان بن عفان رضي الله عنه. عثمان بن عفان. هذه طريقة تغليف المصاحف قديما.
شوف هذه الفرش الخاصة بالكتابة، وهذه الأواني المستخدمة لوضع الحبر. نعم ما شاء الله تبارك الله. شوف هذه من الحجارة أعتقد. أيوة ما شاء الله، المكان هنا يحتوي على كثير من الكتب القيمة والنادرة. نعم، وما هذا؟ غني عن التعريف، هذا المصحف. صراحة أنا أول مرة أشوف مصحف بهذا الحجم. ما شاء الله. أنت شفت مصحف أكبر من هذا؟ لا لا لا، هذا أول مرة. ما شاء الله تبارك الله، أنا أول مرة أشوف مصحف بهذا الحجم. شوف أيضا معنا هنا بعض الكتب القيمة والنادرة. طبعا أخ محمد، موجود في هذا المكان أكثر من 400 مصحف مخطوط ونادر. ما شاء الله. من أنفس المصاحف الموجودة حول العالم، وأكثر من 1000 مجلد من المخطوطات الأصلية والمخطوطات النادرة والأثرية، وأيضا 1700 مجلد من المخطوطات المصورة والمفردة. أما المخطوطات الرقمية الواردة إلى القسم عن طريق الإهداء والتبادل فيبلغ عددها أكثر من 60,000 عنوان. شوف أخوي محمد، هذه مجموعة من الكتب الإسلامية القديمة والنادرة موجودة هنا في المسجد النبوي. ما كنت أعلم أن في المسجد النبوي مركز مثل هذا. وجدت الكتب والمخطوطات القديمة ثم صيانتها كذلك. مشاعرك اليوم وأنت تعمل في الصيانة؟ ما شاء الله، أنا سعيد جدا، وأنا أرجو فيما بعد أن أستطيع وأقدر أن أزور هذا المكان مرة أخرى إن شاء الله بدعائكم. يا رب أن ربي يحقق لك هالأمنية وتزور أمين المسجد أمين النبوي، وأيضا تزور هذا القسم المختص في المخطوطات أمين القديمة. أمين, أمين. شكرا لك أخوي محمد. شكرا. هذا الإبداع والتميز في حفظ الموروث الإسلامي خصوصا في المسجد النبوي الشريف ليس بمستغرب، فهذا شرف وفخر حبنا الله إياه. على بركة الله، ألقاكم على خير، في أمان الله. بالطائفين العاكفين مطهر بيت الإله لمن سما وأتاه، شرف لمن بذل الجهود لراحة ساعين والداعين ذاك الجاه، ويطوف بالزوار حين طوافهم وبخطوهم يسعى إلى مولاه. الضيف ضيف الله وهو ببيته، طوبى لخادمه ومن يرعاه، طوبى لخادمه ومن يرعاه.